ينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب الكبير الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري. مرحبا بك أستاذ محمود. قل لي أولا، الإعلام الإسرائيلي لديه هاجس اسمه مصر يحلمون بها وهم نيام بالليل، يعني التخرصات التي مصر هدفها منذ بداية مصيبة 7 أكتوبر ورد الفعل الإسرائيلي، التخرصات ضد مصر لا تنقطع يا أستاذ محمود. خلينا نقول هم، لكن هذه المرة بايدن نفسه قال هذا الكلام، قال احنا ضد عملية رفح لأنها أيضا تزعج مصر، ومصر يعني بلد مهمة في المنطقة. فالإسرائيليين طبعا يعني عندهم مشكلة كبيرة، لأول مرة تبقى الخلافات بينهم وبين الأمريكان علنية لهذه الدرجة، ولأول مرة يبقى في قرارات بمنع توريد بعض الأسلحة، وأكيد مصر داخلة في هذا الأمر، لأن مصر الرفح أو اجتياح رفح يمثل قلق لمصر وأرق على أمنها القومي وعلى الوضع الإنساني والوضع العسكري في فلسطين. ومصر استدعت إسرائيل واستدعت فلسطين أيام كثيرة على مائدة المفاوضات للوصول إلى هدنة. القضية يجب أن يعلم الجميع أن مصر يعني عندما سيمس أمنها القومي ستتحرك. مصر يعني التزمت بصبر بضبط الناس، مصر يعني التزمت بالصبر الطويل أملا في حل المشكلة وديا وتوقيع هدنة. إذا ما تمت المشكلة لم تحل المشكلة والهدنة واستمرت الحرب وتجرأت إسرائيل على مصر، مصر يعني لن تصبر أكثر من ذلك. لكن مصر أيضا لا تسعى للحرب كما يردد بعض الهواة الذين اعتادوا على يعني اعتادوا على إصدار بيانات يطالبون مصر بالحرب، يعني وهذه بيانات متكررة منذ عشرات السنين. هم الغريب أن هؤلاء هم أنفسهم الذين كانوا يحتاجون ويعرضون شراء الجيش المصري لأسلحة حديثة منذ 10 سنوات عندما تولى الرئيس المسؤولية. يعني هم من نفسهم اللي كانوا بيعترضوا على شراء الأسلحة هم من يدعونا للحرب، وهم لا يعني لو حصل حرب برضه هم اللي هيطلعوا ينددوا بما يحدث في الحرب. يعني اللي هم الناس اللي معتدين على فكرة البيانات و دغدغة مشاعر الجماهير بخطابات يعني لا تمثل الواقع ولا تعكس الواقع. لكن تعرف أستاذ محمود ما المقلق في هذه التخرصات الإسرائيلية الآن؟ أنت تقول للرأي العام الإسرائيلي ليست لدينا مشكلة مع بايدن، بايدن غرر به من قبل مصر، مشكلتنا مع مصر. تعرف يعني هذا السيناريو الذي اظن انه كتبه شيطان. هم لازم يبقى عندهم، لا ما هم لازم يبقى عارفين انه عندهم مشكله، هم لازم يبقى عارفين عندهم مشكله مع مصر. هو لما بيعتدي على فلسطين عنده مشكله مع مصر، لما بيقرب من الحدود المصريه عنده مشكله مع مصر، لما يحاول يلبس مصر. حضرتك شوف كم الاكاذيب الاسرائيليه انهم كل ما يزنقوا يبداوا يضغطوا على مصر، مصر اللي بتقرب لحماس يتهموها بذلك، مصر مش عارف اللي بتعمل. هذا كلام تصور قيل تبريرا لاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تصور. يعني ده كلام ساذج وهم يعلمون ذلك. لكن انا اللي يهمني في الامر، مصر طبعا اكيد اشتكت لامريكا من هذا الوضع، واكيد امريكا درس الوضع، وامريكا حاضره في كل المفاوضات وترى مجهود مصر وترى ال شغل اللي عملته مصر حتى في تطبيق الهدنة الأولى، مش مجرد الاتفاق وأيضا في تطبيقها. فبالتالي طبيعي أن تزعج أمريكا، لأن أي ضرر على مصر أو أي تماس مع مصر ستشتعل المنطقة. وأعتقد أن ده يعني خط أحمر عند الأمريكان، أن يعني ما يحصلش انفجار في المنطقة أو حرب كبيرة في المنطقة. العملية صعبة، إسرائيل تعرف أيضا قدر مصر وتعرف مصر، ومصر تعرف ماذا تفعل، ولا تحتاج إلى بيانات صبيانية من بعض هواة البيانات لتقول لهم. يعني الأولى أنهم كانوا يطالبوا حركات المقاومة الذين يرتبطون معها بقدر أو بآخر أن يبدأوا هم الحرب في
عاده ان اراضيهم محتله في بعض الدول العربيه، لكن كفانا كل ما واحد يعمل مشكله عايز مصر اللي تحاسب ومصر اللي تدفع الثمن ومصر اللي تحارب ومصر. يعني عمليه صعبه جدا وغير مقبوله وخطاب غير مقبول. يعني من ضمن المزايا او من ضمن الحاجات السمات اللي حصلت في هذه الحرب محمد بين الرؤيه الشعبيه والرؤيه الرسميه، الناس يوم ما نزلت في الشوارع الالاف اللي نزلوا في الشوارع بعد مستشفى المعمداني ما اصيب، ما حدش فيهم طالب بحرب، ما حدش هتف وقال لك والنبي مش عارف يلغوا الاتفاقيه ولا عمل اي. يعني الكلام البسيط الساذج اللي بيدغدغوا بيه مشاعر البصراء ده لم يعد مقبولا. هذا الكلام كرر يعني 30 سنه ولا اكثر من 35 سنه وعم نسمع هذا الكلام من قيد كامب ديفيد. وهذا الكلام ليس له اي تاثير على الارض ولا له اي ردود عمليه. فارى ان هؤلاء يجب ان يكفوا. القياده المصريه والاجهزه المصريه تعلم وتعرف متى تتحرك وكيف تتحرك وما تتحرك دبلوماسيا وما تتحرك عسكريا، وطبعا التحرك الانساني والمساعدات الانسانيه موجوده للاخوه الفلسطينيين طوال الوقت، وده احنا بنقول ده واجب علينا واقل من واجب كمان مهما تكلف مصر. لكن مصر تعرف خطواتها تماما، تعرف تقدر موقفها تماما، تعرف ضبط النفس تماما، وتعرف يعني لما تعمل تصعيد تعمل تصعيد تعمله ازاي. مش مجرد ان حركات استفزازيه تثيرها. الحروب ليست امر هين ولا بسيط وقد ذقناها من قبل. ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض في كتابة بياناته. الذي يعرف الحرب جيدا هو أكثر من يحاول تجنبها يا أستاذ محمود، هذه قاعدة من قواعد الوجود الإنساني. أستاذ محمود، الولايات المتحدة الأمريكية في لحظتها الراهنة تبدو وكأنها قد أفاقت إلى التكاليف الباهظة التي تسبب بها دعمها لإسرائيل، تلك التكاليف التي تدفعها السمعة الأمريكية عالميا. تتصور أنه هناك خطوات مقبلة لإصلاح الضرر الذي تسببت به إسرائيل في سمعة أمريكا دوليا؟ أنا أعتقد أن أمريكا دعمت إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وفرت لها كل الأجواء للقيام بحربها. وإسرائيل أو نتنياهو تحديدا لم يفي بوعوده لأمريكا ولم ينهي الحرب بسرعة أو يحقق أهدافه بسرعة كما كان يردد في أول الحرب. وبالتالي أمريكا لديها مشكلة، هي لا تستطيع أن تصدق نتنياهو عندما يقول لهم أنه سيدخل رفح بأقل الخسائر للمدنيين، أو أنه سيستطيع القضاء على حماس، أو أنه سيستطيع استعادة الرهائن، لأن كل الكلام هذا كل الكلام قد قاله من 7 أشهر ولم يحققه بشكل عملي على الأرض. النتيجة على الأرض وفاة أو استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال الأبرياء، ولم يحقق هدفه باستعادة الرهائن. أمريكا أيضا لا يجب أن ننسى أنها في معترك انتخابي، بداية معترك انتخابي، وبالتالي العين الرئيس الأمريكي دايما على الناخبين. فتلاقيه يوم زي امبارح ولا أول امبارح طلع يتكلم عن آخر يطلع يتحدث عن عدم احتلال رفح ومنع الأسلحة. المظاهرات تزداد في الجامعات فيكون خطابه مائلا إلى السلام وفلسطين. اللوبي اليهودي يمارس ضغوطه فيعود مرة أخرى خطابه مائلا إلى دعم فلسطين وأمن إسرائيل، دعم إسرائيل وأمن إسرائيل. فالعملية فيها يعني لو تلاحظ حضرتك لو نعمل تحليل مضمون للخطاب الرسمي الأمريكي هنلاقي أحيانا بيميل هنا وأحيانا بيميل هنا، وده عامل له مشكلة مع تقارب مع قرب الانتخابات، فخاصة أن بايدن بيخسر كتلة المفترض أنها تكون في صف الحزب الديمقراطي وهي كتلة الجاليات العربية والإسلامية.
لكنها يخسرها. والأهم بقى كمان كتلة الشباب المتعاطفين جدا مع القضية الفلسطينية، الشباب في العالم، وقاموا بمظاهرات مش في أمريكا بس، تقريبا كان في كل أوروبا أو في معظم دول أوروبا، وده يعني أحيا القضية الفلسطينية مرة أخرى. وكان عندنا أمل أن يتم التوافق على الهدنة اليوم، فمجرد انتهاء الهدنة نستطيع أن يعني ندخل إلى عملية سلام شامل وكامل للانتهاء من هذه القضية بحل الدولة. صحيح، والسيناريو المصري سيناريو ينهي هذه المأساة، والله يا أستاذ يا دكتور محمود. أتمنى ذلك يا أستاذ محمد. أخيرا سيدي الكريم، لأن الوقت تداركنا، أحب أن تقدم مختصرا لتعليقك على ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جزءا كبيرا من قرار الولايات المتحدة بوقف شحنة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل هو بسبب احتجاج مصر على عملية رفح الفلسطينية. يهمني أن نضع ردك في مجمله أمام مشاهدينا. هذا أمر طبيعي، طبيعي أن مصر تحتك، والطبيعي أن مصر تضغط على أمريكا، خاصة مع الجهد الذي تبذله مصر لاستقرار المنطقة وللدعم الإنساني الذي أشاد به جميع الدول لدور مصر في هذه الأزمة. وبالتالي طبيعي أن مصر تضغط، لأن أولا ده هيدمر فلسطين، هيعمل مأساة إنسانية اجتياح رفح. الأمر الثالث يمكن أن يكون في تماس مع الأمن القومي المصري، فالطبيعي أن مصر تفعل ذلك. يعني الكل يعلم علاقة أمريكا بإسرائيل، والكل يعلم أن أمريكا هي الداعم الرئيسي، وأن لولا دعم أمريكا ما أعتقدش أن الحرب الإسرائيلية على فلسطين كانت استمرت حتى الآن. سيدي الكريم، أشكرك جزيل الشكر، الكاتب الكبير الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري.